يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمد ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله يا سندي الله الله أنت باب الله معتمد ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله قل بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله قل بيدي صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن.